ماما يا نعم، ما شفتيش تيشيرت البيجامه بتاعي الاسود؟ يا ما نفسي تبقوا عارفين حاجتكم فين، مش رايحين جايين تسالوني. شوفي جوه في دلابك في الدرفه اللي فوق. دلاب؟ ولا اقولك ايه، شوفيه في دلاب اخوكي، هو في دلاب اخوكي. ماشي. لا 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 تعالي قولي لي اخر كلام، انا مش قادره الف. بصي عليه كده، بصي عليه كده على ترابيزه المكوى. اخر كلام هو على ترابيزه المكوى ان شاء الله. رحت وقلبت الدنيا ومفيش اي حاجه. ابص فين تاني بقى؟ يا رب الواحد بس مال دماغه. طب اهو بالراحه خالص، ما شفتيش التيشيرت بتاع البيجامه؟ كفايه استظرافه عشان مش قادره، كفايه. طب اقول لك ايه؟ طيب يا ماما قلت لك 100 مره خلصي حاجتي بقى حطيها مكانها. يعني مش كفايه ان انا بعملها وبغسلها وبنشرها وبطبقها لكم واجزعها في دلاباتكم كمان مش عاجبكم؟ عندك حق، معلش انا اسفه. فينه بقى؟ شوفيها بنت على الحبل. ايوه خامته كانت تقيله، ما نشفش بسرعه، هتلاقيها على الحبل ان شاء الله. انا بقول لك فعلا انا ما بصيتش على الحبل، ممكن يكون على الحبل. اه والله ده هو. طبعا انا لو رحت دلوقتي لماما وقلت لها ان انا مش لاقيه التيشيرت على الحبل، هتروح رد عليا الرد اللي كلكم عارفينه، الرد الحصري المصري. طب ولو قمت وجبتهولك؟ ما هي سهله بقى، وطبعا هتكون متوقعه انها اول ما تدخل البلكونه هتبص على الحبل هتلاقيه، لكن على مين؟ تهيالي كفايه لحد كده. ما هو بصراحه بوخ قوي يعني معانا موضوع الامهات والغسيل ده، وبنبقى بندور بعينينا على الحاجه ما نلاقيهاش يجوا هم يلاقوها. فعندنا بقى المره دي. ماما بالنسبه بقى للتيشيرت الاسود حاجه ما تبعتيني ليه ده؟ معلش بقى انا مش عارفه الاقيه فين بقى. معلش. ازاي انت هتجنيني ولا ايه؟ ده انا منشراه بايدي. لا طب ولو جيت وجبتهولك؟ رغم انه قديم قوي الجو ده بس ماشي. والله انا اول مره السؤال ده يتسالي من حضرتك وهرد عليه. بصي هديكي 100 جنيه انت قد الكلام ده؟ لا 100 جنيه خليها 200 جنيه. شايفاكي بتتكلمي بثقه قوي. والله نفسي ازود بس خليها 200 جنيه. اتفضلي قدام. اتفضلي اتفضلي حضرتك وانا وراك. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. مالها دي؟ اتفضلي. بشوف، ما انا عارفاكم ما بتشوفوش لو الحاجه قدامكم. ما هو ما هو يا عمية العين والقلب. نعم ما هو يا اختي، هو ده ولا مش هو؟ لا معلش حضرتك، معلش ورجوني بس بعد اذنك. لا هو مفيش غير. وريني. خدي. ده هو. طب معلش ثانية واحدة بس. ايوه كده يا حبيبتي، هاتي خليكي انت، ريحي اوعي تقومي. وبروحك شوفي نظر. وما تبقيش تلعبي مع ام عادل تاني. طب اعمل ايه تاني؟ انا اعمل ايه تاني؟ اعمل ايه؟ دفعت 200 جنيه في الهواء، كنت اكله. طيب اكله عشان اضمن انك مش هتلاقيه. ايه